لكم ولكن ولكل مشاعر المحبة والصادقة اللي ما يمكنش نقدر نعبر عليها بشي عبارة معينة. هو ثم سيقول الشاعر: لا شكر بين العشاق، أنا أعشقكم وأعشقكن فعلا. ولكن شكرا لكم ولكن لأنكن ولأنكم أنتم وأنتن من أنتم ومن أنتم. أعتذر في العديد من الحالات، أعتذر على كل ما لم أستطع القيام به، أعتذر على كل إساءة ربما قد صدرت مني عن غير قصد، أعتذر لناشئتنا عن كل شيء لم نستطع أن نعطيها أو أن نعطيه ما يكفي لكي ننتجه، لكي ييسر شروط تربية ناشئتنا. أعتذر للريف الذي أعشقه أيضا بشعابه ووديانه. شكرا للشجر، للحجر، للوديان، للسهول، لكل القمم التي استضافتنا ومكنتنا ربما لكي نلتقي ولكي تكون هذه اللحظة، لأنه لو لم تكن هذه الأشياء لما التقينا. أعتذر مرة أخرى لأن كل ما قمنا به هذا واجبنا. أنا كنقول إحنا ساعدنا القدر والحظ أنه قرينا وتكوننا، ولكن هذا بوحده كافي باش يكون دين على رقبتنا كي نسهم، لأن هذه بلادنا. راه ماشي راه بلادنا هذه ما مستعمرينهاش، راه بلادنا والناشئة راه وليداتنا. أعتذر لزملائي في الجلالي اللي تتربطني به ربما علاقات عمومية، الأخ رشيد نوريل، الإخوة والأخوات اللي معنا في النيابة، في المؤسسة التعليمية، في جمعيات المجتمع المدني، على كل الأشياء اللي ربما ما سمحش بها الوقت باش نكملوها وباش نعطيوها ما تستاهل. كلمة أخيرة باش ما نطولش، أنا دائما رهن إشاراتي كلنا ورهن إشاراتي وتنقول للزملاء في إطار الضحك: شوف بلا ما تحرج تعيط لي في أي وقت، راه حتى لقيتيني أوكي غنولي نعيط أنا. هذه وحدة، فوقاش ما تعيطوش وفوقاش ما نقدش ندير هذاك الغرض. نهار يدار علينا واحد الطون ديال التراب في هذيك الساعة، لأن الله ما خلاش.